البكر، شكرا لضيوفي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات اس اس سي الرياضيه، هذه اجمل تحيه مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بان التقي مع حضراتكم ونعود لكم لجولتين لم تعد تسمح له. يمنى ساديو ماني يترك كره عرضيه الى سلطان الغناء، ولكن الكرة مقطوعة الآن من بعيد. الكرة البينية تأتي والكرة تصل ملكة إلى حارس المرمى نواف. الكرة أقصى اليسار، كريستيانو رونالدو يصنع في الدقائق كرة القدم عبر تاريخه حتى الآن ب 850 هدف. مباراة الكولومبي يحتسب الخطأ لمصلحة الرائد، قد يبدأ التحدي. الرائد يصور، يا لهذه الكرة، يا للقطة الأولى. تم إنزال الكرة في مكان سليم لكن ما كان في متابعة. وفيتش بيلعب قبل كرة إلى كريستيانو في التصويبة بعيدة من جانب كريستيانو رونالدو. لويس كاسترو 11 مباراة فيها 12 هدف. هذه اللحظة والكرة اللي تحرج الملعب، فورمة كبيرة يبدأ فيها هذا الموسم كريستيانو رونالدو تحت قيادة الآن ما بين البطولة العربية. لعب على لاعب، وقف، عدى، انطلق، مر، عرض، صوب المرمى، كاد أن يقوم بكل شيء. لم يصل حتى الآن لكل ما لديه بالرغم من تألقه في الأساس والتي بها يكتمل. الكرة العرضية إلى ساديو. لماذا لم يكن كريستيانو وليس أن يبدأ الليلة؟ لكن كرة ساديو تحولت في اللقطة. شوف الكرة المثالية من أليكس تيلر، تشكيلة ثنائية متفاهمة، لكن الله على التمريرة تضيع هذه أمام النصر. لا لا، يا تفان المباراة تعطينا وجهها بفرص أخطر. مواجهة، هل تريد في كل مرة كرة؟ هل كانت من فوز بين المغربي وما بين الجزائري؟ يتفقون على ماذا؟ يتفقون على ماذا؟ يا سعيود الكرة المغربي، اللاعب الواضح في الصورة هذا لعب في الأهلي المصري، صفاقسي أيضا لعب في فريق الطاوت. كريستيانو يضطر للعودة، يستلم الكرة، بيلعب الكرة إلى عبد الرحمن غريب. عبد الرحمن لويس كاسترو يتواجد تلسكا في دكة البدلاء، قد يشارك في بعض الدقائق. كريستيانو، الكرة تعود مرة أخرى، سلطان الغنام عدى، بيلعب الكرة، محمد فوزير لو عدى، صوب خارج الملعب ضربة مرمى اللي كانت من جانب منصور البيشي، ولكن فريق الرائد تكتيك عليه ألا يفرط بنقاط صعبة. لكن الاتحاد عانى في مباراة التي كانت اليوم، ولكنها أيضا تنتظر استمرار الدور بحجم كريستيانو رونالدو، مع لا شك إضافة كبيرة يقدمها لمسابقة في تسجيل أهدافه ومتعته التي يقدمها وخارجه حتى الآن لما يمتلك. بيرسل الكرة إلى تفاريز، لو دار، بيلعب الكرة، الله، اخطر كرات الشوط كانت حمراء. شوف الدوران، بيرسل الكرة إلى الزمبو، الكرة إلى ساديو، الله، ساديو، حلول الفردية، ممكن العرضية، الراسية لا تأتي، بروسوفيت قوية، أثر الله على ساديو عندما يختار الحل الفردي. شوف الكرة العرضية كانت قصيرة، شوف هنا الكرة كانت مرتفعة بعد. يا سلام يا أوتافيو، ساديو، الله، تصويبة يا رب، يا الأماني، يا كبر الأمان، يكون بإمكانك أن تحماني عندما يكون بإمكانك الكرة. شوف الغنام من الاستلام هدف، من التفويت هدف، ويا كبر الأماني مع ساديو، الله على الجناح. إنه نصر دخل في اللعبة الرقم 10 ماني، ويا كبر إنه يفتح الطريق، إنه يبدأ بسلاح التسديد. ألم يا للهفوة، يا للكرة، هل تخطئ أمام الحكم؟ يا لها من دقيقة أمام ساديو، انتبه تغلط، انتبه تغلط. أرمام هذه اللقطة وهذا هداف بطولة الدوري، بدل الضايع من مسنفيده كريستيانو. كريستيانو يتقدم، الله، تحرك المرمى، تصويبة كريستيانو، شوف الطلقة القوية. نعم كريستيانو، شوط المباراة الأول مشاهدينا متابع ساديو ماني قياسا بالمباريات الماضية يترك مكانه هذه في المرة الأولى، هنا في المرة الثانية. شوف الكرة بعد ذلك على الطاير، لكن هذا كريستيانو، شوف اللقطة الماضية مباراة في الشوط الثاني، حارس مرمى، بعض الكرات المرتدة اللي قد تكون مرتدة وصلت إلى تلسكا. يا سلام، تلسكا عدى مرة، تلسكا من بعيد، الله،
الفوز بدونه لا يلغي أهمية لي، فكيف بتلسكاب؟ يا للسلاح يا للسلاح ثقل يا لويس كاسترو، والرأس مرفوعة والقدم تلسكا. شوف الغنام، شوف من الاستلام، النية 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 في لحظة. يا له من سلاح يمتلك النصر، يا لكن أهمية قد تظهر في الأقصر. لا تصد لا تصد، هدف عالمي انظر إلى تلسكا وقبله وكذلك يا فوسير يا سعيد عيود، هذه هدية تضيع يا سعيود، بالله عليك هذه اتصرف فيها أنت لحالك، عندك وقت عندك مساحة ممكن تقل. أوتافيو الله سلطان الغنام، ممكن العرضية عرضية لا يعني اللي تفك الأمور الصعبة هذه ما تسجلها، بس قال له ثلثها ثلثها يا سعروية. فرص نصروية، أهداف نصروية، صارت مرتدة. علي الحسن في نص الملعب اتجاه تلسكا، تلسكا يحب الجهة اليمنى سلطان، هذه 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 يدافع يبعدها يبعدها، وبالتأكيد بردي لكن لديه بالتأكيد قيمة تهديفية. كان إلى تلسكا، تلسكا تمريرة، ساديو يصل إلى الخطأ، انتبهوا من ساد شوية ويصير بلنتي شوية ويصير بلنتي. هذه اللقطة هذه النظرات ثابتة ما بينه وبين تلسكا، لكنه الأقرب دفن من كرة متحركة. الآن كريستيانو على الثابتة، وهذه اللعبة كريستيانو يتقدم، الله التي ضاعت يا كريستيانو يا كريستيانو. شوف هذه التصويبة القوية جدا، والكرة التي مرت في جانب القائم عن طريق كريستيانو أن تكسر المرمى. كريستيانو ما زال غاضبا، إنه يتنفس على الأهداف ويعود لأنه يتقدم. تصويبة يا رب، كريستيانو فقط. شوف اللقطة يساهم، انظر إلى من يساهم، انظر إلى ساديو فقط. في اللقطة الماضية كيف فكرت مرتين، انظر إلى السحبة بعد ذلك، حاول عرضية. يلا يا تلسكا عرضية راسية قد تأتي، كريستيانو يا للان كريستيانو يا لإيصالها إلى كريستيانو. كم متسللة أخرى باتجاه حارس المرمى، صارت صعبة الأمور على دون هدفا ثالثا، وسيأتي وسيأتي وسيأتي. الله لهم ولك، لكن هذا لي يا كريستيانو يا كريستيانو، ما زلت قاذفة لها. ودون كريستيانو لا يعرف سوى التسجيل، هدف تهديفا. تلسكا يصنع هنا، كريستيانو من بين الأقدام، يمناه تحفظ الطريق، يسراه بوعه، وعينه لا تنظر إلا للأمام. دون كريستيانو في حراسة المرمى، شوف لسه يحتل أهداف لكن بدون شباك تتحرك. فوزير يا فوزير، حتى ركلة الجزاء تنفذها بهذه الطريقة تنفيذها، والكرة التي وصلت وما خلص من بركاوي تطلع على يا ساديو. الله الله يا فوزير يا فوزير، نعم خسر الرائد لكن أنت فزت.